السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديده سور ما شين. لا فيديو ديال اليوم ما مبرمجاش ليها صراحه. كما كتشوفوا هذا الليل انا غير مشعله واحد الفيوز باش تزيدني شي شويه الاضاءه. كنت كنصايب هذا، كنكمل هذا الحزام هذا ديال الوالده ديالي، ديال واحد القفطان صايبته لها، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الافكار اللي طبقت ونعرفكم على هاد لي بلاك. هادو دي بلاك ميتاليك، نوريكم ليش كيصلحوا. انا خدمتهم في الحزام ومنين ممكن تاخدوهم. دونك الحزام لي ديتاي ديالو كما كتشوفوا زعما ما فيش شي حاجه اللي سبيسيال. درت غير لي ستراس ديال لي ستراس اللي كيتباعوا للمتر. هادو هاد الانواع، كاين انواع مختلفه، العريض الطويل، هادو راه كلشي كيعرفهم. هذا صغيور، هادو اللي مستعمله انا هنايا كبير عليه شويه، ما يمكن ما بقاش عندي بحال هكا داير غير هذا بالصفر ديال الكاميرا هكا. المهم هذا الشيء ما ماشي جديد. هادو عقيقات، هاد الحجر هذا راه استعملته في بزاف ديال الفيديوهات. هاد الخضر صراحه كنت شاريه كثير، وصادف انه من الالوان اللي كتبغي الوالده ديالي، دوكو غتلقاوه في بزاف ديال الحاجات. ودورت عليه لي ستراس نيس، ودرت نقيطات ديال الكولا ديال البيستولي والسقسوم. هاد العقيق هذا كيتباع عند مالين العقيق. شوفوا غير كاليتي تكون شي شويه مزيانه باش ما يبانش عنده داك المنظر البلاستيكي اللي ما تيكونش تيلمع. هادو راه كيتباعوا هكا خويطات ولا هكا بهذا الشكل. هذا انا اختاريت هاد لو روج غامق هكا، ودرت درت بحال كولي. ها هو غير كولي، كنخرج البرا من هنا وكندخله هنايا. المهم كتشكلوه كيما بغيتوه ديروا خط مستقيم، كديروه غير كتثبتوه في شي نقيطات هكا باش ما يبقاش هابط. اذا الفيديو علاش مديوره بالخصوص؟ مديوره لهاد هاد لي بياس هادو. هانتوما كيما كتشوفوهم دي بياس كاري بالدوري. هاد لي بياس شريتهم من انترنت، من الي اكسبريس. هاد لا فيديو هادي ماشي كولابوراسيون، يعني شريتهم بثمن بفلوسي. هاد لي بياس هادو غادي تلقاوهم في لا بارتي ولا عند لي فوندور اللي كيبيعوا حاجات ديال لي لوازير، ديال الهوايات، بحال ميكس ميديا ارت، الفن الميكس ميديا، ولا سكراب بوكين. هادو كيخدموهم في لي تابلو، يعني كيديرهم في لي كوان ديال التابلو ولا كيديروهم الوسط وكيصبغوهم. كيما كتعرفوا الميكس ميديا تقدروا تعرفوا على هاد الفن هذا في اليوتيوب، راه واجد. انا كنت شريت هاد لي بيس، شريت شويه مختلفين الالوان، وهذا كندير انا شي شويه الميكس ميديا يعني في اوقات الفراغ. ولكن فاش توصلت بهم صراحه وفاجاتني لا كاليتي انها زوينه. هانتوما هادو بلارجونتي، يعني حتى هما يجيو زوينين في الحزام هكا. نوريكم هنايا، يعني زوينين ويداروا نيت هكا حجيرات من الفوق، زوينين في الشكل. وثمنهم ما غاليش، يعني هادو يمكن 10 ماشي 9 دراهم ولا ما نعرف، ما كاملاش يمكن 10 دراهم. غنخلي لكم لي ليان في لا باغ دانفو. كاينين بلارجونتي، بالدوري، وبالبرونز. انا خديت حتى هادو، انا خديتهم على حساب الميكس ميديا صراحه، وغير بالفضول بار كيوريوزيتي بغيت نعرف كيفاش دايرين. هانتوما كتشوفوا هادو، ديزولي كاين صداع برا ماشي وليد كيلعب ولا كيغوت. فوالا، دونك هانتوما هادو بالبرونز، غير باش نعطيكم فكره على الاشكال اللي ممكن ديروا بهم. يجي بحال هكا، فريمون زوينين. وهذا الشيء فاش كتلقاو مثلا عند مول الحزامات، كتلقاو عنده شي حزام مختلف شي شويه على التقليدي وعلى داكشي اللي كنشوفو دائما، كيكونوا اثمنتهم غاليين. انا سولت شحال من مره وتلقى زعما تنشوف ديك الخدمه تجيني ماشي شي خدمه مستحيله، وكنلقى اثمنه غاليين كيفاجئوني. هانتوما هاد النوع هذا نورمالمون كيبيعوه على حساب لي كوان ديال لي طابلو. فاش كتكون لا طوال هذاك الكانفاس كيجيو وكيصايبو هادو، كيديرهم في لي كوان ديال الطابلو كما
بحال هكا كيجيو. دونك هادي راه يقدر حتى هو ديروا به مثلا شي صايبوا به شي موتيف جونغ تكون وحده هنا وحده لتحت ولا مهم. عطا الله صراحه عطا الله لي بوسيبيليتي والاشكال اللي ممكن تصايبوهم. ممكن تكون هكا، ممكن تكون حجره حتى هي كاغي، ولا تكون هذيك اللي بحال اللوزه، يعني دي زوبسيون كثار. وهذا الميتال هذا كيبين الحزام راقي بحال مصايبينو، بحال ماشي صنع يدوي، بحال مصايبو شي محترف ولا مشري هكا كتيبان تيلمون بحال مدمى. هادو حتى هما برونز، صراحه هنا ما كانش يسحب ليا لا كاليتي داير هكا، اما ما نوصيش على هاد البرونز، كون جبت غير لارجونتي والدوري. ولكن في المستقبل ان شاء الله يكفي انني زعما تعرفت على هاد لي زارتيكل هادو وعرفت لاش يصلح. من بعد غادي نوصي عليهم ان شاء الله. انا غادي نحاول نخلي لكم لي ليان ديال هادو اللي خديت، ومنها تخلو شوفوا اشكال اكثر. هذا هو الشكل ديال الحزام، يعني تيمشي بنفس لي موتيف الدوره كلها، ما درتش ليه شي حاجه لقدام ولا، كله تيمشي بنفس الطريقه. الحزام غير جلد، راه في توريتكم الطريقه في فيسبوك يمكن، وواحد لا فيديو ديالي راه كانت خداتها شي وحده ودايرها في يوتيوب، كنت حطيتها انا غير في فيسبوك ودارتها هي في يوتيوب، راه تقدروا تلقاو بصوتي وبهذا البينوار نيت كنت لابسه هذا البينوار، هذا الباسبارتو غادي تلقاوها في يوتيوب. شنو سميتها ما نعرف، شوفوا ديروا حزام تقليدي ولا شي حاجه. هذا درت غير جلد طريف ديال الجلد ديال الطابيسي، هذا راه فيه توريته لكم، ودرت طبقه وحده ديال اللواط، ها هو كيبان من هنايا مازال، وخليته ما غطيتوش حتى خدمت هادشي كاع اللي فيه الخياطه حتى ساليتو. عاد دابا باقي ليا غير هاد السداده هادي نلصقها في هذاك الجهه، وغادي نلصق عليه هاد الشريط ديال الجلد من الخلف، من هنا غادي نقطع هذا مزيان، وغادي نلصق عليه هاد الشريط هذا ديال السج غير بالكولا ديال السيليكون بالبيستولي، غادي نلصقو عليه حتى نكملو على طوله صافي. حني انا ولا ماما تنبغيو غير هكا حزام يكون رطب ماشي قاصح. هذا الحزام ديالها هي الحزام ديالي انا كنت ساليتو، ها هو ما عرفتش غايبان لكم مزيان ولا لا مع هاد الالوان. هو هذا درت فيه انا هاد الحجرات هكا كبار، حيت القفطان سامبل دونك ركزت شويه على الحزام باش يكون هكا شويه يعني عاطي الضوء. حتى انا استخدمت غير هاد العقيق هكا، ودرت خط واحد ديال الاستراس الوسط انتم كتشوفوا هكا، ومن الخلف خدمته بنفس الطريقه، يعني خليت حتى ساليت الخياطه كامله وغطيتها من الفوق بواحد الشريط ديال الجلد هكا. ها هو هاد الجلد هذا راه غير ديال الطابيسي، غير كان شريط لينا من واحد سدادر غشاوهم بهاد الجلد هذا صافي. هادشي اللي كاين يعني سمطة عادية في الخدمة ديالها ولا في البرانسيب، ولكن كما كتشوفوا غير هاد لي بياس هادو غيروا ليها شي شوية شكل وخلاوها كتبان خدمة راقية وخدمة جديدة ومختلفة. دونك فوالا سيتي تو بور اجوردي، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.